لا وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من أجياد السد. راح تكون تغطيتنا لهذا اليوم من أمام فندق واحة الضيافة. السلام ورحمة الله وبركاته. من فندق واحة الضيافة وفندق أوتاد مكة. راح نتجه بإذن الله إلى الحرم المكي الشريف. دار الإيمان، دار الإيمان مسك، ويظهر أمامنا فندق أوتاد، فندق نجد الذهبي من، وهذه ساعة مكة، ونتجه للحرم بإذن الله. هيا هذولا كيف يصلون؟ ها؟ الحرم هنا، ها؟ الحرم هنا، وهم يصلون كذا، ما أدري كيف طريقتهم هذولا. شوفوا الساعة هذه هنا، يعني القبلة كذا، وهذولا يصلون كيف؟ باتجاه محبس الجن. يظهر أمامنا فندق دلة أجياد. السد، الشارع الرئيسي المؤدي إلى محبس الجن. يظهر معنا فندق دانة التاج، ومتجهين لصلاة العشاء في الحرم. ويظهر معنا على اليسار فندق أنوار الضيافة وفندق السرايا أجياد، يعني تقريبا لا زالت الفنادق مقفلة في هذه المنطقة، القليل منها فتح. فندق جواد التاج مفتوح. فندق أزكى، ما أدري إيش. هذا مفتوح، فندق جواد التاج مفتوح. يظهر معنا أبراج مكة وجزء من برج الساعة. هذا المدخل أو المخرج من أجياد المصافي. ويظهر معنا الآن فندق ميريديان مفتوح.
هذا الطريق مخرج من أجياد المصافي إلى أجياد السل. يظهر معنا فندق أزكى المقام، و فندق أزكى المقام وفنادق الماسة من الأجمل والأقرب للحرم، فندق أزكى المقام وفنادق الماسة، وأسعار في متناول الجميع. باقي تقريبا 17 دقيقة على أذان العشاء. طبعا يظهر معنا الآن فندق الصفوة أمام الحرم. اللهم اغفر لهم وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحم. طبعا الآن داخلين على الساحات. الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد انتهاء صلاة العشاء راح ناخذ جولة في أبراج شركة مكة، وطبعا صلاة العشاء راح تعرض في فيديو خاص بعد ما نشوف جودته، إن شاء الله نعرضها في الفيديو اللي يكون بعد الفيديو هذا. طبعا خروج المصلين من الدور الثاني والسطوح، وهذا مصلى الساحات الخارجية. أغطي لكم أبراج شركة مكة جبل عمر. طبعا سبق وغطينا الأسواق اللي هنا والمطاعم، لكن راح يكون لها جولة الآن بعد ما نزور جبل عمر. ما شاء الله بدأت الساحات ممتلئة أحسن من قبل وبشكل أوسع. اللي يبيعون المساويك وال فندق التوحيد توسعة الملك عبد الله باب الملك عبد الله. طبعا في مصليات في الساحات الخارجية للرجال والنساء الآن، ولكن الدخول بتصريح، تصريح وكمامة، هذه لابد منها. لو نشوف شارع إبراهيم الخليل تقريبا رجع للشبه، يعني رجع لحيويته القديمة، ليست بالكامل ولكن حاجة طيبة إن شاء الله. الآن راح نتجه من الساحات إلى أبراج مكة. راح نغطي جزء منها. ما شاء الله شوفوا الناس، ما عاد تقدر تمشي من زحمة الناس ما شاء الله. طبعا هذه أحد المداخل شركة أبراج مكة. Thank you.
ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه حملة توها واصلة. ما شاء الله هنا أدوار المطاعم. الساعات والعبايات. جوالات واكسسوارات. ملابس وفطور واكسسوارات ذهب. رجعت الحياة لطبيعتها ورجعوا المتسوقين و... شوفوا ما شاء الله رجعت الحياة لطبيعتها. طبعا هنا
شاء الله. الآن راح يظهر معنا بن داود. تقريبا السوبر ماركت المميز في هذه المنطقة، في منطقة الحرم. بن داود السوق الذي لا يحدث. راح الآن نخرج من أبراج مكة ونتجه إلى الساحات. شوفوا هذه حملة. الآن نخرج من الساحات ونتوجه معاكم إلى شارع أجياد السد. شارع أجياد المصافي، ريع بخش كدي. وهنا راح يكون باتجاه أجياد السد. الآن نحن في أجياد السد، شارع أجياد السد، باتجاه محبس الجن والعزيزية ومنى. أول ما يظهر معنا هنا يظهر معنا فندق الماسة مفتوح، وفندق أزكى المقام ما شاء الله كلها جنب بعض ومفتوحة.